أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نبدأ نشراتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، 26 درجة مئوية الملموسة، 25 الرطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية الاتجاه معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية. سكاكا 20 إلى 11، عرعر 19 إلى 9، وتبوك 21 إلى 10 درجات مئوية مع طقس بارد نسبيا وصافي بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة 34 إلى 20، مدينة جدة أتربة مثارة ورياح نشطة 29 إلى 22، مكة المكرمة 34 إلى 19، والطائف 30 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 14، أبها 27 إلى 12، وجازان 32 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 18، حفر الباطن 30 إلى 14 مع رياح نشطة وتربة مثارة، والإحساء 41 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، رياح نشطة وتربة مثارة 39 إلى 19، بريدة 30 إلى 14، وتنخفض في حائل 22 إلى 11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.